في مؤسسة بنوزع أكل في مقطع عشوائية، فلقيت إن إحنا بنساعدهم يعني بشكل كمسكن مش علاج جذري لحالة الفقر. قلت طب ليه بدل ما إحنا نقعد نديك مسكنات نحل الموضوع بشكل جذري؟ إيه اللي هيحل الموضوع بشكل جذري؟ الشغل. وده اللي خلاني أفكر إزاي نعمل للستات المعيلة اللي في المنطقة العشوائية مشروع يخليني أحسن من حياتهم وحياة أطفالهم. خلال إعادة تدوير البرودكت زي بواقي القماش اللي مش منتشر قوي في مصر، ده بيخليك بيوفر لك مواد خام وبيمنع هدر والحرق بتاع القماش، وان هو اصلا بيلوث البيئه، وبيوفر في نفس الوقت توفير كميه الميه اللي بتتم لزراعه القط علشان نزرع كميه تانية من القماش. وده اللي خلانا نتعاقد مع المصانع. كنا بنكلمهم القصائص عندكم بتعملوها ايه، واتفاجئت ان ناس كتير بتحرقها. فهو كان في حتى دير كده ما مصنع بيقول لي انا بحرقها، يعني انا مش بلاقي حاجه بستفاد بيها، فلو دي حاجه هتنفع ده الحرق ده تنفع تنفعك وبتعمل بيها مشروع تمام. احنا بدانا باربعه، الاربعه دول كانوا شغالين في بيتهم زي ما هم، بدأوا ياخدوا مرتبات وطلعوا لنا منتجات، طب نعلي الفنش شويه، طب ندخل مع مشاغل. وصلنا في خلال السنه وعشر شهور اللي احنا اشتغلناها او السنتين اللي احنا اشتغلناهم، علينا من الاربع سيدات ل 100 سيده. فالقصه ما كانتش صعبه زي ما حد متخيل، لا، هو الموضوع بس صعوبته في ان انت تنزل للناس دي لطريقتهم، تعيش حياتهم، تبقى معاهم في يومهم، وده اللي احنا بنعمله اوريدي. وزي ما بقول لك الحاله التصدير اسرع الكل، فاللي بيدي النهارده ما بيديش بكره، وما بيديش نفسك كميه الفلوس اللي تكفر الدنيا. فاحنا كنا واضحين جدا مع الستات، هتشتغلي ومدربك هتاخدي فلوس مقابل ايه؟ فهو بالنسبه لهم بقى مشروع حقيقي، هم بقوا قادرين يبقوا مسؤولين عن البيت بشكل جدي، ان يرجعوا اولادهم تاني المدرسه، قادرين ياكلوا حتى بشكل افضل، حياه اكتر كرامه. الموضوع فرق معاهم، فرق معانا. هدفنا ان شركتنا او الستارت اب بتاعتنا تكبر لدرجه تبقى شركه ليها مكان في كل العيله، ان هو بيدعم الستات وان هو يمكنه اقتصاديا، وفي نفس الوقت بيستخدم الهيدر بتاع القماش او جلد او اي حاجه نقدر نستخدمه. نعمل فيه منتج ليه فاليو، ليه احتياج في الماركت، ده هدفنا الكبير.